كل شيء حدث في الشوط الثاني، أهداف بالجملة، ضربات جزاء، بطاقات حمراء وأخرى صفراء. كأس الجزائر لم تختر جهتها إلا في الوقت الإضافي من مباراة رائد عين الدفلة وشباب ولاد جلال. الدقيقة 79، مخالفة خطيرة للضيوف نفذها فاسي بدقة وقوة لتسكن شباك الرائد، وعلامة استفهام حول موقع الحارس زانون. ثم فرصة التأهل لولاد جلال صخري الذي فعل كل شيء إلا التسجيل، مهدرا تأشيرة المرور للثمن النهائي. نعيش الرمق الأخير من المقابلة، آخر مخالفة للمحليين يرتقي لها هوادف برأسية محكمة يعدل النتيجة ويعود من بعيد. نهاية الوقت الرسمي بالتعادل، هدف في كل شبكة. الدقيقة 3 من الوقت الإضافي، مخالفة خطرة ينفذها هوادف، سي عثمان يرد وميلودي في المتابعة، إنه الهدف الثاني للرائد. لم تمضي إلا دقيقة واحدة عن تقدم المحليين، الحكم شول يعلن ضربة جزاء لولاد جلال، شتير ينفذ ويضيع. في المرحلة الثانية من الوقت الإضافي، تاجر يعرقل في منطقة الجزاء والحكم يعلن ضربة جزاء نفذها هوادف لأمل عين الدفلة، مسجلا ثالث الأهداف وهدفه الشخصي الثاني. المحليون لم يكتفوا بهذه النتيجة، نعيش الدقيقة 9 ومخالفة خطيرة، فكيري على طريقة الكبار، 4-1. ولأنها مباراة مجنونة، ضربة جزاء أخيرة لولاد جلال قلص على إثرها خوجة، الفارق 4-2 هي النتيجة النهائية، والحلم يستمر لرائد أمل عين دفلة.